والنوع الثاني عندنا وهو الضابط المحارب، وهو الطالب خريج احدى الجامعات المصريه وحاصل على بكالوريوس او ليسانس وبيتقدم لقبوله في احدى الكليات العسكريه بعد الحصول على المؤهل العالي. وشرط السن بالنسبه للضابط المحارب يجب الا يتجاوز لكل خريجين الجامعات باستثناء الهندسه عن 24 سنه، اما باستثناء كليه الهندسه فالسن المناسب لها يجب الا يتجاوز 25 سنه. بيدرس في الكليه لمده سنتين فقط وبعد كده بيتخرج برتبه الملازم، ومتاح ليهم كليتين فقط وهي الكليه الحربيه او الكليه البحريه، ومتاح ايضا للذكور فقط وغير متاح للاناث تماما. يعني الضباط المحاربين هو نوع خاص بالذكور فقط وليس للاناث.